ومتابعة لهذا الموضوع، موضوع المجزرة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم بالقرب من مدينة رفح، والتي أودت بحياة عشرات الأشخاص معظمهم من الأطفال والنساء. ينضم إلينا مباشرة من جنين أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية رائد أبو بدوية. أستاذ رائد، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. إذن مجزرة جديدة ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من خلال استهداف مخيم للنازحين قرب رفح، ومشاهد وصور صادمة للضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء. كيف يمكن التوصل الآن إلى اتفاق بين حماس وتل أبيب بشأن الهدنة في ظل هذه الوحشية في العمليات العسكرية؟ يعني أنا أشك أن نتنياهو يريد التوصل فعلا على وقف إلى وقف إطلاق النار. هو يريد التفاوض فقط من أجل كسب الوقت لإطالة أمد الصراع وأمد الاعتداء والعدوان على قطاع غزة، ولإطالة أمد أيضا حكومته. نتنياهو صرح امبارح وقبل يومين كمان بأنه هو ضد فكرة وقف العدوان على غزة، ولكن أعتقد أنه التطورات الحديثة، خاصة مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أنه حماس سبق وأن وافقت على عرض كانت قد وافقت عليه حكومة الاحتلال وعادت ورفضته، هذه مسألة. المسألة الأولى التطورات اللي حدثت في المجتمع الدولي، تحديدا قرار محكمة العدل الدولية والمدعي العام، إضافة إلى الأحداث المستمرة والمجازر المستمرة في رفح. أعتقد كل هذه عوامل من شأنها أنه تخلي حماس تتشدد أكثر في مطالبها بوقف العدوان. أعتقد أنه حماس لن تعود إلى التفاوض على تفاصيل صفقة جديدة. حماس من أعتقد أنه ستذهب إلى أبعد من ذلك، ستذهب إلى اشتراط وقف العدوان، أو على أقل تقدير تجميد العدوان على رفح من أجل إتمام صفقة. نعم. ولن تعود حماس إلى التفاوض على تفاصيل جديدة من أجل أن تمنح نتنياهو طوق نجاة حاليا في الدخول إلى مفاوضات جديدة هدفها المناورة السياسية ليس أكثر. طيب، استنكار وتنديد دولي واسع جراء استهداف هذا المخيم وارتكاب هذه المجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، هل برأيكم أنه ممكن لإسرائيل الآن أن تعدل عن قرارها اجتياح رفح بريا بعد موجة الاستنكار الدولي هذه؟ للأسف الشديد أن هناك في خطة موضوعة من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي للاعتداء التدريجي على رفح، وكما صرح أعضاء مجلس الحرب وتحديدا إيزنكوت اللي هو يختلف مع نتنياهو، إلا أنه هذه الحملة العسكرية على رفح كما وضعها مجلس الحرب بالتدريج ستستمر. هم يعتبروا أنه الضغط على رفح من شأنه أن يضغط على حركة حماس من أجل تحصيل شروط أفضل لإسرائيل فيما يتعلق بالصفقة، ولكن أعتقد أن إسرائيل لا تكترث، ونتنياهو لا يكترث حقيقة في المجتمع الدولي ولا بأي ضغوطات دولية. نتنياهو يصر على استكمال حملته العسكرية بطريقة ذكية جدا، توهم العالم بأنه لا يقوم باجتياح شامل لرفح، ولكن ما يقوم به حاليا فعلا من حوالي أسبوع أو 10 أيام هو يقوم بالعدوان على رفح ولكن بشكل تدريجي ويعتدي على المدنيين. شفنا كيف المجزرة الأخيرة ارتكبها بحق سكان رفح. أنا لا أعتقد أنه نتنياهو حاليا مستعد لوقف عملياته العسكرية على رفح إلا إذا ترى أي تطور في الشأن الداخلي الإسرائيلي. حقيقة الجبهة الداخلية وتصاعد الجبهة الداخلية والضغط على نتنياهو داخليا قد يكون هو السبب الأكثر واقعية من أجل الضغط على نتنياهو ليوقف عدوانه على قطاع غزة، وليست الضغوط الدولية للأسف الشديد. نعم. طيب، ألا يشكل هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يخلف مزيد من سقوط المدنيين الفلسطينيين، ألا يشكل ذلك إحراجا للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ يعني بايدن هو في موقف محرج جدا. هو من جهة لا يريد أن يخسر أصوات اليمين والأصوات المجتمع اليميني المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعم إسرائيل، لأنه ترامب أيضا يستهدف هذه الفئة. شفنا كيف تصريحات ترامب وتغريدات ترامب العديدة يخاطب ويتحسس عواطف الداعمين لإسرائيل. فمن جانب بايدن لا يريد أن يخسر كل هذه الأصوات التقليدية اليمينية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والداعمة تقليديا للأسف لإسرائيل، ومن جانب آخر أيضا هناك أصوات سيخسرها في أصوات الأقليات
سواء العربية والأفريقية والمسلمة، إضافة إلى كل الجيل الشاب تقريبا والجيل الجديد الشاب في الحزب الديمقراطي. ولكن مع اقتراب موعد انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن الولايات المتحدة ستزيد من ضغوطاتها على إسرائيل، ولكن لن تكون هذه الضغوطات للأسف الشديد تحول جوهري في العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. نعم، من جنين أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية رائد أبو بدوية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.